وقت منكون عاطفياً باكتفاء رح نتصرف مع الأولاد بطريقة كتير كتير أفضل. الحياة الزوجية قبل الولاد فيها مساحة كبيرة من الحرية. أنا وزوجي رواد كنا كتير نحب نسافر ونقضي وقت سوا ببلد جديد، نكتشف نتسلى، كنا ننبسط ونعمل ذكريات حلوة هيك بكل بلد منروح عليه. بس بعد ما صرت أم في شي تغير. كنا نسافر كرمال الشغل أكيد، وأوقات كرمال نقضي وقت سوا، بس كنت كل مرة بسافر فيها حس بشعور بالذنب رهيب أنه أنا عم بترك نوا. وكتير أوقات كنت صير أبكي وأتضايق، خصوصا إذا شفت ولد تاني من عمره أنا ومسافرة. هذا الإحساس كان يرفقني حتى وقت يكون عنا أنا ورواد كتير شغل أو عم نقضي وقت بالخدمة، أو مجرد أنه يكون بدنا نقضي وقت يمكن فيه لوحدنا كزوجين، يلي هو شيء كتير كتير مهم وصحي لألكن كمتزوجين. بس هذا الشعور سيطر علي لدرجة أنه كان تعلقي وخوفي وقلقي على نواي سيطر علي ويخليني كتير أيام حتى أهمل زوجي. كنت أرتاح كتير ضميرياً إذا ضليت معه بكل الأوقات، بس هيدا ما كان الحل، لأن ضميري يمكن يكون مرتاح بس جسدياً ونفسياً أكيد ما رح كون مرتاحة. حتى علاقتي الزوجية كان ممكن تتأثر بفترة. التعلق الزايد بالولاد بتختلف أسبابه، ممكن يكون نقص بالمشاعر من الزوج فالأم بتحاول تعود من خلال ولادها، يمكن كمان يكون ولدنا أو ابننا مريض بأول شهور من عمره فمنحس بدنا نعطي اهتمام زايد، يمكن كمان يكون عنا خوف لأنه فقدنا شخص عزيز علينا وهذا الشيء بعده مسيطر علينا. سبب من الأسباب يمكن يكون عدم وجود الأهل بطريقة صحيحة وسليمة بحياة الأم، فبتحس أنه هي بدها تعود عن هذا النقص بحياة ولادها. مهم نعرف أنه إذا منتعلق بولادنا زيادة وما منفترق عنهم مش يعني منحبهم زيادة، لأنه علم النفس بيأكد أنه هيدا الاهتمام والتعلق الزايد فيهم رح يأثر عليهم نفس الشيء وبنفس الطريقة السلبية مثل عدم وجودنا واهتمامنا بحياتهم، لأنه أنت هيك ما بتكوني عم بتحبيه، أنت هيك عم تأذيه. أنا بعدني بزعل إذا بشتقله وبحب كتير أقضي وقت معه، بس عرفت واقتنعت أنه الولد بيفرح وقتها بيعرف أنه البابا والماما بيقضوا وقت سوا، لأنه علاقتنا الزوجية كتير مهمة، نفس الشيء مثل أهمية التربية. لأنه وقت منكون عاطفياً باكتفاء رح نتصرف مع الولاد بطريقة كتير كتير أفضل. وقتها أنا بكون مرتاحة نفسياً ونشيطة لأن عم بهتم بحالي، عم بعمل نشاطات بحبها، عم بنجح بعملي، رح أعطي ابني نوا بطريقة أفضل. فإذاً صديقتي لازم دايماً نتذكر أنه علاقة الماما والبابا، أنت وزوجك، مثال لأولادك، وعلاقتكم الزوجية بتخليهم يعرفوا أو يكون عندهم مستوى معين من التواصل، من العاطفة، من الثقة بالنفس وكتير أمور تانية، وأهمهم اختيار شريك الحياة المناسب بالمستقبل. فإذاً حلو نكون حاضرين دايماً بحياة أولادنا ونقضي معهم وقت قيم، ولكن ما يكون هذا الشيء على حساب علاقتنا الزوجية وحياتنا الخاصة.